منير العجرودي رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة. نحن نعرف موقفكم توا من المشاورات السياسية اللي قاعدة تصير في البلاد وخاصة بين نداء تونس وحركة النهضة. الموقف نتاعنا صريح وشفاف، كنا من أجرم في البلاد لا مفاوضات معه. قلت علاش لأجرم في البلاد تونس؟ حتى واحد يسمع فيه طالب المحاسبة، حتى واحد ما خلص لامبو نتاعو من المجرمين هذو يحبوا يوقفوا الاقتصاد، خاطر بنيت عجلة الاقتصاد، يحبوا يقيموا الشعب التونسي في معناتها في حرب أهلية، يحافظوا على العمل الإجرامي، يحافظوا على الجريمة المنظمة، ناس ملتصقة، تعطيه الفلوس يعمل اللي يحب. شكون سي منير هذوما بالله؟ هذوما نداء تونس وجبهة شعبية سيت سويت اللي نشوف فيه قاعدين يعملوا فيه هذاك ناس ملتصقين برضه كل شيء. بالنسبة للترويكا؟ بالنسبة للترويكا فما الترويكا قاعدة تخدم في خدمة، احنا الحمد لله فما المؤتمر اللي وجهة النظر نتاعو معناتها ما تتبدلش وثابتين على أهداف الثورة. نعم. واحنا كل إنسان راهو مصلحة الشعب التونسي في أهداف الثورة، وكلهم تساووا الشهداء، وكلهم تساووا معناتها الإجرام اللي قام به بن علي والعقاضية نتاعو اللي مازالت في نداء تونس 90% منهم في نداء تونس. بالنسبة للنهضة؟ النهضة أنا نشوف معناتها ما حبتش تقدم قدام من الأول، وطولت البي لبوكاسي. البي لبوكاسي شو معناتها؟ ما حسبتش وما ضربتش بيد من حديد على الناس اللي أجرموا في حق الشعب التونسي 60 سنة. تو ولات البي سور ترابي، أون بو با سور ترابي تو بعد ما فات الأوان. والأخرين جماعة المعارضة تتعامل مع الكيان الفرنساوي المجرم اللي يجي يدخل في الشؤون الداخلية كأننا مثلنا مستعمين طرف فرنسا، يجيبوا فيهم خاطر هما أفكارهم استعمارية، أفكارهم شرثومية ضد الشعب التونسي. هذوك كان شدوا الحكم كل الشعب التونسي وظلموها، راهو مش محقوق كل بق خاطر هما أفكارهم من 60 سنة هي بيتها ما تبدلتش، ما يبدلوش هذا خاطر المجرم مجرم والسارق سارق، راه ما تنجمش تجي المجرم تقول والله انت نظيف. بالنسبة لتحسين الثورة طبعا. تحسين الثورة هذاك الشاب ثابتين فيه احنا وشادين فيه صحيح. كان ما مرش. نعم. كان ما مرش معناها. ما مرش فما حساب. كيف شنو الحساب؟ وقت يجي النهار هذاك تو نتحاسب. فما شعب تونسي هو اللي قرر، مش احنا الرابطة، احنا الرابطة نمثلوا فيها احنا الشعب التونسي. والشعب التونسي وقتها لازم يقرر نهائيا. خاطر الشعب التونسي كان ذكي وما تشفاش في التجمعين. والتجمعين توا يقولوا في كلام اخر. مش كلام صحيح الا من نوريكم ما نشقوكم حلكم هشان ونقول عنكم قدركم نحشيكم كل في الحبوسات. هذا كلام تجمعين تطوع ولا يهدوا حتى الناس في خدمهم. رجعوا كالعادة هذيك الدولة العميقة اللي قاعدة تخرب في البلاد واللي تحب توقف اقتصاد تونس. هذوما الناس كانوا متحاكم من النهار الاول، اما النهضة ما حاكمتهمش، هذا اللي نعيبوها النهضة.